مع انطلاق الذكرى الخامسة لانطلاق ثورتنا المباركة، ثورة 14 من فبراير، أدعو جميع أبناء الشعب البحريني للحضور الواسع والحاشد والفاعل في عصيان الشيخ النمر الذي قدم نفسه قربانا من أجل هذه الأهداف وهذه المبادئ التي انطلق من أجلها شعب البحرين. أدعو شبابنا المضحي والصابر والثابت أن يبتكر أساليب جديدة لإنجاح عصيان الشيخ النمر. إن عصيان الشيخ النمر هو خطوة في اتجاه إنجاح أهداف ثورتنا المباركة، وهو تأكيد على تلك الأهداف التي ضحينا من أجلها وقدمنا الغالي والنفيس من أجلها، فهو خطوة في اتجاه وفي صف كل الخطوات التي بذلت من أجل أهدافنا الكبرى، وعلى رأسها إسقاط النظام الخليفي وطرد الهيمنة السعودية والأمريكية والبريطانية.